الزراعة المائية هي عبارة عن تقنية يتم استخدامها لنمو النباتات في محاليل التغذية التي تمد النبات بكل ما يحتاج إليه من العناصر الضرورية والمغذية لنموه بدون تربة، ويعتبر الإنتاج في الزراعة المائية أعلى من الزراعة من خلال التربة. الزراعة المائية هي إحدى التقنيات الحديثة القديمة، نجحت إلى حد بعيد في التغلب على عيوب ومشاكل التربة المتعلقة بأمراض النبات أو الأمراض الساكنة في التربة، وكذلك مشكلة هدر المياه وتأمين الغذاء بشكل ميسر. كما أن مساحة الزراعة المائية قد تضاعفت في المملكة العربية السعودية في السنوات العشر الماضية. وحول تقنية الزراعة المائية وفوائدها البيئية والاقتصادية، فهي توفر ما يصل إلى 90% من استخدام المياه، إذ تعتمد الزراعة المائية على أسلوب إعادة التدوير، ما يعني أنه يتم إرجاع أي مياه غير مستخدمة من قبل نباتات مرة أخرى إلى خزان الري وإعادة استخدامها.